إذا من العنصر الأول الذي ينقص هذه الانتخابات هو لائحة انتخابية، وأنتم تعرفوا عن لائحة انتخابية هي أساس الانتخابات. اللائحة اللي موجودة ما تصلح لأن تكون أساس ولا نشرح لماذا. العنصر الثاني هو عدم إشراف مستقل. من 2005 ما دخلت انتخابات ما هو تحت إشراف لجنة وطنية للانتخابات متفق عليها حتى في عهد ولي عبد العزيز. العنصر الثالث الذي يخص هذه الانتخابات هو تشاؤم. من 2005 ما دخلت انتخابات ما سبقها تشاور بين الفرق السياسية حتى انتخابات 2009 اللي كانت منظمة في 6/6 عقب اتفاق دكار ففرض منها يخلق فيها تشاور ويخلق فيها اتفاق ولو انه ما تم الوفاء به. هذه الانتخابات ما سبقها اي تشاور ولا رافقها اي تشاور. المسألة الرابعة وهي الأكبر من أختها هي انعدام الحالة المدنية مطلقة. اليوم ما في حالة مدنية، احنا الشعب الوحيد على وجه الخريطة اللي ما عنده حالة مدنية. اليوم الشعب الموريتاني بين الحالة المدنية ونسقت هو الحالة المدنية اللي تم التعهد بها ما تخلي. إذا ما في حالة مدنية سليمة. إذا باسم الحالة يجب ننظم انتخابات في هذه الظروف اللي نختار ونقول لكم عنا احنا متهمين ولد عبد العزيز وحكومته بانهم قاصدين عامدين يعدلوا انتخابات لا اساس لها، ما عندها اي اساس قانوني ولا عندها اي اساس سياسي ولا عندها اي اساس فني. لماذا؟ لانهم جبروا الوقت الكافي لتنظيم هذه الانتخابات. كل حد يعرف عن مأمورية البرلمان ومأمورية البلديات تنتهي في شهر أكتوبر، وعن لابد من انتخابات في شهر أكتوبر 2011. غير ما حرفوا أي ساكن من أجل تنظيم هذه الانتخابات. بالرغم من المعارضة من نهاية انتخابات 2009 وهي تعيط الدور حوار على أساس اتفاق دكار، هذا الاتفاق اللي وقعناه كاملين نحن والحكومة واللي ينص على النيابة تنظم انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها. اللائحة الوطنية اللائحة الانتخابية من كان يخلق لها التشارك؟ اليوم ما خلق التشارك لا على اللائحة الوطنية ولا على الشيخ اللائحة الوطنية للانتخابات. وبالتالي انعدام التشاور سبب من أسباب رفض هذه الانتخابات. اليوم انضافت رواية أخرى، عبد العزيز مهجج الانتخابات ويدعينا احنا للمشاركة ويدعينا للحوار في الوقت اللي هاك هو هي بين الحوار أهم موضوع فيه الانتخابات، والانتخابات ما محامين بها الحوار. وبالتالي لا يعدل من الحالة دي كأنه يقول لنا وهاو تحاور معي يغير بعد عندكم ألا تعدلوا الانتخابات بالطريقة اللي قلتها. ونعود احنا ايش كملنا مثلا إذا طلبناه التأجيل، هو التأجيل ما هو ضامش وأجل قاع انتخابات 6/6 إلى 2018 إلى ما ترش. التأجيل اللي نقول ما هو ضامن التشاور